السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبنا لكم اليوم ورقة العمل الثالثة الخاصة بالوحدة الثانية عشر اللي هي Open Day. بالنسبة لورقة العمل الأولى والثانية ستجد ربطها في علامة الآي على ما أعتقد على يسار الفيديو في الأعلى. So let's get started. السؤال الأول: Match the words with the pictures. أصل الكلمات بالصور. في عنا مجموعة من الكلمات from 1 to 7 وفي عنا 7 صور في الجهة الموجودة عنا. فرح نقرأ بالأول الصور الاسم الأول ونوصل مع الصورة الموجودة بتناسبها. Number 1 Dance دبكة. Dance دبكة. Dance دبكة يرقصون الدبكة. وين في أي صورة ترقص الدبكة؟ راح تلاحظ انه الصورة رقم 3 اللي عندنا يرقص الدبكة، لذلك سنضع هنا رقم 1 number 1 so it's 1. بالنسبة للثانية play music. Play music. Play music. Play music يعزف الموسيقى. فأي صورة بتمثل العزف يعزف، هيهم في عنا شخصين هنا بيعزفوا الموسيقى على آلة العزف، so this is number 2. بالنسبة للصورة الثالثة act in a play. Act in a play يمثل. Act معناها يمثل. In a play في مسرحية. كلمة play لها ثلاث معاني. معنى الأول اللي كنا بنعرفه مسبقا يلعب. Play يعزف. وفي عنا play مسرحية اللي هي بتيجي باسم وليست فعل. فيا act in a play يمثل في مسرحية. ومن الصور الموجودة عنا اللي هي الصورة الأخيرة التمثيل في مسرحية. It's number 3. Number 4 show her work. موجود عندك في الكتاب show our work. Our work اللي هي بتمثل أكثر من شخص، اللي هي نعرض أعمالنا، لكن هنا إذا كانت شخص واحد هنا her إلى البنت show her work بتعرض أعمالها. مين اللي فيهم تعرض أعمالها؟ It's number 6 here. So this is number 4 تعرض أعماله. Number 5 draw pictures. Draw pictures. Draw pictures يرسم صور. وحكينا انه رسم الصور بيكون بقلم الالوان وليس بالفرشاة. فاللي موجود معه قلم الالوان اللي هو هذا الشخص، اما هنا موجود عندنا فرشاية، فالفرشاية بتلون it's paint، لكن في draw pictures اللي هو يرسم بيكون في الالوان او بالاقلام اللي هي صورة number 5. It's 5. Number 6 it's paint. Paint. وبينت اللي هي الدهان أو التلوين اللي هي بتكون عنا بالفرشاية. So this is number 6. The last one sing. 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 وكلمة sing معناها يغني، وهي هنا في كأنه في نبرات صوت مع رمز الموسيقى، فهذا غناء. كلمة sing يغني. So this is number 7. هيك بنكون انتهينا من السؤال الأول. راجع هاي الكلمات، احفظ معانيهم واربطهم بالصور حتى يطلع عندك مجموع هذه الوحدة أو جميع تمارينها بيكونوا سلسة وبسيطة إن شاء الله. نروح على السؤال الثاني الموجود عندنا. السؤال الثاني complete. Complete. Complete أكمل. في عنا كلمات موجودة في الأعلى وأنا بدي أكملها في الفراغات الموجودة عندي. So number one حسب الصورة it's A. جايب لي عندي صورة الأقلام، وحكينا قبل شوية إنه إذا في أقلام أو التلوين هاي فهذه للرسم. So it's draw. Draw إيش؟ هنجيجي في الكلمات اللي فوق. فدائما في عنا a play, pictures, music, work, دبكة and paint. draw دائما يرسم، يرسم صور. أي إيش معنى كلمة صور؟ اللي هي pictures. Pictures. فروح بكتب كلمة pictures. وما تنسى تشطب أي كلمة بتحلها حتى ما ترجع لها مرة أخرى. Number 2 play. هنجي للصورة البي اللي هي فيها صورة عازف للموسيقى، وعازف الموسيقى اسمه play music. Play music. Where is the music? It's here. هنشطب كلمة music ونكتبها في الفراغ الموجود عندنا. So it's play music. Play music.
Number three, ديناصورة مسرح. يعني بدنا يمثل في مسرحية. Act in, يمثل في, ومسرحية يعني play. So let's act in a play. راح نشطب كلمة play ونكتبها في الفراغ الموجود عندنا. So let's act in a play. صورة الأقدام هاي اللي هو حذاء رقص الدبكة. So it's dance دبكة. Where is دبكة? It's here. So dance دبكة. هتحذف كلمة دبكة من الفراغات حتى ما نرجع لها مرة تانية, وبتكتبها عندك دبكة. Number E اللي هو الحرف اللي بعديها. في عنا موجود عنا اللي هي فرشاة التلوين مع الألوان, وهاي في قلنا الفرشاة معناها paint, يدهن أو يلون. فبين كلمة paint حتكون لوحدها في الفراغ اللي عنا paint. بالنسبة ل if it's show our فراغ, وهنا موجود عنا صورة للوحة فبدو يعرض أعماله, يعرض لوحاته. It's show our work. هتحذف الكلمة وتكتب show our work. ما تنسى تعلم ابنك إذا كتب الكلمة يشطبها من فوق حتى ما يتخربط في كتابة هاي الكلمات. فلازم نحفظ الكلمات المتناغمة مع بعض. Draw my pictures, play music, act in a play, dance تبكى, paint and show our work. نروح للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيحكي عن حوار. فالحوار الموجود عندي اللي هو complete the dialogue, اكمل الحوار. في انا كلمات فوق والحوار بين شخصين, الشخص الاول بلال والشخص الثاني وليد. في انا كلمات بلال, fine, play, paint, hello, open and goodbye. فأول إشي في التحية رح نبدأ بتحية. فالشخص اللي موجود عندنا بدأ تحية بهالو, فتلقائي إذا بدأ شخص تحية بهالو أو بجود مورنينج رح أرد عليه بنفس التحية. جود مورنينج حرد عليه بجود مورنينج, حكى لي هالو حرد عليه بهالو. فبلال حيحكي لوليد هالو وليد, ورح يرد عليه وليد هالو بلال, وهي الكلمة الموجودة عندنا. So it's hello بلال. وما تنسى زي ما حكينا الكلمة اللي بتنتهي منها تشطبها حتى ما ترجع لها مرة أخرى. يعني كلمة بلال انتهينا منها, وكلمة هلو راح نكتب, راح نشطبها ونكتبها في أسفل الحوار. ثانيا بلال حكى How are you? How are you? How are you? كيف حالك؟ تلقائي لو أنت سألت أي طالب How are you? راح يرد عليك I'm fine, thanks. فراح ندور على كلمة fine اللي هي موجودة عندنا fine, أو لو كان مكتوب I am, it's I am fine, thanks, fine, thanks, أنا بخير, شكرا لك. بلال وليد. بلال سأل What do you do at the فراغ day؟ في عنا كلمة day. كلمة day بيجي قبلها حسب عنوان وحدتنا open day اللي هو في اليوم المفتوح. ماذا تفعل في اليوم المفتوح؟ open day. كتبنا كلمة open, رح نشطبها حتى نرجع لها مرة أخرى, ورح نجاوب بأنشطة بنقوم بعملها في اليوم المفتوح. في اليوم المفتوح بنعمل عدة أنشطة ناولناها في التمرين السابق والذي يسبقه. ففي عنا number one, I فراغ music. قبل music حكينا يعزف. إيش يعني كلمة يعزف؟ كلمة يعزف معناها play. So play رح نضع كلمة play في الفراغ الموجود عندنا. I play music ورح نهدفها. And فراغ ورح نشوف على نشاط تاني, لأنه and معناها و, فرح أبحث عن نشاط تاني. في عنا نشاط تاني اللي هو paint التلوين. So it's paint. I play music and paint. في الأخير رح نحط, طبعا ما تنسى تحذف الكلمات اللي كتبتها. في عنا paint, عنا كلمة fine, بضل عنا الكلمة الأخيرة الموجودة اللي هي الوداع. بلال حيحكي فراغ وليد, وبنروح ننظر لوليد ايش حكاله. حكاله goodbye بلال. تلقائي حتكون الإجابة goodbye وليد. هيك انتهينا من السؤال الثالث. السؤال الرابع الموجود عندنا اللي هو اختر الإجابة الصحيحة. choose the correct answer, اختر الإجابة الصحيحة. في الإجابات الموجودة عندنا في عنا أسئلة من number 1 to 7. راح نبدأ بالسؤال الأول. What do you do for the open day? Open day اليوم المفتوح نضع له دائما غالبا اللي هو حرف الجر at.
at the open day. It's at the open day. At the open day. ما تنسى انه قبل ال open day نضع حرف الجر at. Number two. We فراغ in a play. في عنا قاعدة تناولناها في هذا الفصل أو في هذه الوحدة. القاعدة بتحكي إذا كان الفاعل اللي هو بداية الجملة الشخص العمل الإشي مفرد he أو she أو it نضع للفعل as، لكن إذا كان جمع اللي هو you we أو they أو إذا تكلمت عن نفسك I لا نضع للفعل as. So في عنا هنا we جمع، ففي حالة الجمع نضع الفعل الذي لا يأخذ as. So it's act. 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 Number three he. هنا هي أجت مفرد، فتلقائي مع المفرد نضع الفعل اللي له أس، وهنا هي موجود عندنا الفعل مضاف له أس، لذلك نضع الإجابة plays. Plays. He plays music. He plays music. فراغ dance دبكة. رح ننظر هنا للفعل. الفعل الموجود عندنا dance ما فيش إله أس، لذلك الفاعل راح يكون جمع. مين الجمع الموجود عندنا؟ she اللي هي هي للبنت مفرد، we نحن للجمع، فلذلك الإجابة راح تكون we. سواء أجا طلب منك الفعل أو طلب منك الفاعل راح تنظر لنفس القاعدة. إذا كان الفاعل مفرد راح يكون الفعل مضاف له أس، إذا كان الفاعل جمع راح يكون الفعل كما هو بدون إضافة أس. نجي على الجملة الخامسة. في الجملة الخامسة مكتوب عنا they. So they جمع هم، لذلك راح نستخدم معها الفعل الذي ليس له s. ففي عنا draw، في عنا draws pictures، فراح نضع الإجابة الصحيحة اللي هي كلمة draw. Draw. نجي الجملة السادسة. الجملة السادسة I، وحكينا إنه ال I نعملها نفس ضمائر الجمع، لذلك راح تكون الإجابة هي الفعل بدون إضافة حرف الأس. رغم في عنا paints وفي عنا paint، لذلك الإجابة I paint. The last one she sings or sing. راح ننظر للفاعل. she هي مفرد، ففي حالة المفرد نضع الفعل الذي يضاف له أس، لذلك it's sings. sings. she sings. هيك بنكون انتهينا من قواعد هاي الوحدة. choose the correct answer. بالنسبة للسؤال الذي يلي اللي هو odd the odd one out، حوض الكلمة المختلفة. بالنسبة للكلمات المختلفة عنا، في عنا play، عنا dance، في عنا act، في عنا lunch. جميع هاي الأفعال موجودة في أنشطة اللي هي اليوم المفتوح، ما عدا كلمة lunch اللي هي اسم معناها غداء. غداء. So we drop lunch. نحذف كلمة lunch. بالنسبة للذي يليها we, they, he, I، جميع الضمائر الموجودة عندنا، في عندنا ضمائر لا تأخذ s بعدها وفي ضمائر تأخذ s بعدها، فتوضع الاس في حالة المفرد، وضمير المفرد الوحيد الموجود عندنا اللي هو he، لذلك هو الإجابة الموجودة عندنا. Next. Paint, Sunday, draw, sing. وهنا كمان أيضا جميعها أنشطة ما عدا Sunday، فهي يوم من أيام الأسبوع، لذلك هي كلمة مختلفة فنحذفها. هيك بنكون انتهينا من odd one out، حوط الكلمة المختلفة. The last one، آخر تمرين عنا والقبل الأخير، اللي هو rearrange، رتب، أو بيكون مكتوب reorder. هتشوف جملة طويلة، فيها من خلال هاي الجملة طريقة التركيب بسيطة. رح نبدأ بفاعل اللي هو أحد الضمائر أو أحد الأسماء، وغالبا الضمائر I، he، she، it للمفرد، في عنا you، we، و they. فالضمير الموجود عندنا اللي هو الضمير I، لذلك سنبدأ ب I. بعد ال I تلقائي راح تضع الفعل، والفعل الموجود عندك في هاي الجملة اللي هو في عنا dance ودبكة، فالفعل الموجود اللي هو dance. بعد dance أنا أرقص، طبيعي هتسأل حالك إيش بترقص؟ اللي هي رقصة الدبكة. دبكة. وفي عنا ضل ثلاث كلمات، حذفنا كلمة دبكة، حذفنا الـ I، حذفنا dance حتى ما نتخربط فيهم، بضل عنا my with friends. friends بطبيعتها عندها اللي هي إيش؟ نقطة ستكون في آخر الجملة. ففي عنا أداة اللي هو الحرف الموجود عنا with معناها مع،
أنا أرقص الدبكة مع مين بترقص؟ مع أصدقائي my friends. هيك بتكون الإجابة كاملة. I dance دبكة with my friends. فنحفظ هاي التركيبة with my friends مع أصدقائي. Number two, إيش الضمير الموجود عندنا في الجملة؟ الضمير الموجود عندنا اللي هو بيبدأ بكابيتال لتر حرف كبير اللي هو عندنا we. هاي we. بعد we بعد ما كتبنا we تلقائي راح يكون عندنا فعل، فالفعل الموجود عندنا اللي هو يمثل act. أين تمثل؟ in a play. فهيك بتصير عندنا we act in a play، نحن نمثل في مسرحية. ولاحظ انه play عندها نقطة راح تكون في نهاية الجملة. هاي حتكون بسيطة جدا، الكلمة اللي بتبدأ بكابيتال letter اللي هو الضمير الموجود عندنا they، راح نبدأ في they. بالنسبة لميوزك راح تكون في نهاية الجملة، لذلك عندها نقطة. أما بالنسبة للكلمة الباقية اللي هي كلمة play they play music. The last one الأخيرة مبين عليها طويلة فيها and. and اللي هي و. فراح نضع أول شيء كما تعودنا الضمير، الضمير الموجود عندنا we، راح نكتب we. بعد ما انتهينا من we راح نشوف الفعل. في عندنا فعلين، الفعل الأول paint والفعل الثاني draw. ما تنسى انه pictures عندها نقطة وقبل pictures بيجي draw، لذلك ستسبق كلمة picture draw، فهيكون الفعل الموجود عندنا paint. we paint، بعدين راح نضع and و draw اللي هو نرسم pictures صور. هيك بتكون الجملة كاملة. هذا بالنسبة لأنشطة الوحدة الثالثة أو الوحدة الثانية عشر. ما تنسى النشاط الأخير تكتب اللي هو هذا الجملة بخط جميل. بالنسبة للكتابة حرف الكابيتال لتر دائما يوضع من الأول للثالث زي بداية الجملة what. حرف الاتش مثلا حيكون سمول لتر من الثاني للثالث، لكن أي زيادة للأعلى حتكون للسطر الأول، وهكذا في باقي الجمل. وما تنسى إذا بينزل أي سطر حيكون بينزل للسطر الأخير. هذا بالنسبة لهذه الورقة. ما تنسى تضغط لايك للفيديو. إذا عندك أي تعليق أو أي سؤال أو أي استفسار أنت حابب تكتبه، أو حتى اقتراح فيديو أنت حابب بدك إياه، ما تنسى تكتبه بتعليق عنا. اضغط علامة الجرس إذا أنت ضغط اشتراك، وإذا مش ضغط اشتراك اضغط اشتراك وعلامة الجرس حتى يصلك كل جديد. كان معكم أستاذ محمد الطلاع، أتمنى لكم أوقات حلوة وإلى اللقاء في درس جديد.